السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة مريبيلا. إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطويجين اللي كيجي رائع، طاجين مشبر أو طاجين السويري، كيجي لذيذ بواحد الطريقة اللي مختلفة على الطويجنات اللي مولفين كنوجدو. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير كنحتاجو، عندي الفخيطات ديال الدجاج كيبقى على حسب عدد أفراد الأسرة، هنا عندي ثلاثة. بالنسبه للعطريه عندنا الملح، الخرقوم البلدي، الثومه مدقوقه، جوج دريسات ديال الثوم مدقوق او تحكوها في الحكاكه الرقيقه، البزار، واحد شويه ديال الزعفران الشعره اللي كندوبوه في واحد ربع كاس ديال الماء، المعدنوس مقطع، واحد جوج عويدات ديال القرفه، عندنا بسيبيسه قاقله وبسيبيسه مطحونين، معلقه كبيره تكون عامره ديال السمن، تقريبا واحد هذا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، واحد جوج معالق ديال زيت نباتيه. هنا عندي ثلاثه ديال البصلات اللي مشلضين، ثلاثه البصلات مويان ماشي كبار بزاف اللي مشلضين، وواحد اربعه ديال البيضات. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نشرمل الدجاج، انا لا اللحم ولا الدجاج الا كنت زعما ما مزربناش عليهم كنفضل انني نشرملهم، كيجيوني احسن وكيجيو لذاد، كيتشربوا لنا ديك العطريه. كناخذ نجيب شي معلقه وغادي ندير العطريه. دابا العطريه كتبقى على حساب شحال عندكم ديال شحال عندكم نتوما ديال الدجاج. عندي هنا تقريبا واحد نص معلقه ديال البزار، ما عمراش السكنجبير، الخرقوم كندير نص معلقه نص معلقه، غادي ندير الملح، واحد وريكم القياس، واحد راس معلقه او ربع معلقه ديال قاقله وبسيبيسه مطحونين، وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الماء من هذاك الماء اللي دايرين فيه الزعفران الشعره، شويه ديال المعدنوس، غادي نخلط الكل مزيان، وغادي نشرمل فيه الفخيضات ديال الدجاج، نحاول نحك عليهم ديك العطريه مزيان باش يتشربوا. تقدروا كاع تفلحوهم باش تدخل معاهم ديك العطريه. المهم انتم الا ما الا كنتو زعما زربانين عليه يمكن ما ديروش هذه الطريقه، هذه نيشان تلوحوهم في الطنجره وديروا لهم العطريه. انا كنفضل يعني ما تنكل حاجه ما مزروباش عليها، كنفضل انني نشرملهم. غادي نشرملهم وغادي نخليهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق هكاك، عاد باش غادي ندوز نصب الطنجره ديالنا. من بعد ما قلت لكم كنخلي داك الدجاج ما بين 15 ديال الدقائق كيتشرب ليا ديك العطريه، كناخذ شي طنجره ولا كوكوط اللي غادي نصب فيها، كندير داك السمن. الا ما بالنسبه للناس اللي ما تيعجبهمش السمن يعني ما تيبغيوش، يمكن تعوضوه بزبده حيوانيه، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده حيوانيه تسبيسيال. غادي ندير داك السمن يدوب، غادي نزيد عليه البصله، صافي، وغادي نزيد عليه قلت لكم هو هاد الطاجين هذا ما تنديروش فيه الماء نهائيا. انا كناخذ 4 كاس كي قلت لكم وكندير فيه داك الزعفران، كندير شويه مع الدجاج، وداك الشويه الاخر اللي كيبقى عندي كنزيدو مع البصله باش كتنسم ليا مع السمن والزعفران الشعره، كيعطيها واحد المذاق اللي رائع. كنحركها هكا وغادي نضيف
طريفات ديال الدجاج، هاديك الشرمولة، صافي. غادي نزيد دوك جوج عويدات ديال القرفة، جوج عويدات صغار ديال القرفة. غادي نقص العافية، غادي ندير عافية مهيلة، وغادي نغطي عليه ونخليه حتى يبدا يطبخ، يعني حتى يبدا يطلق لينا هاد البصله داك الماء ديالها. كي قلت لكم في هاد الطاجين هذا ولا هاد المريقه هادي ما كنديروش ليها الماء نهائيا، يعني من غير داك الربيع ديال الكاس اللي كندير فيه الزعفران شعره باش كيطلق داك الزعفران كيعطينا داك اللون ديالو. دابا غادي نغطي عليه ونخليه حتى يغلى، يعني حتى تغلى ليا الطنجره، عاد باش غادي نزيد الزيت بزيت العاديه وزيت النباتيه وزيت الزيتون. من بعد ملي كتغلى لي الطنجره ديك البصله كتطلق ديك داك الماء ديالها، كنزيد زيت الزيتون وزيت المائده، صافي. وغادي نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو حتى يطيب لي الدجاج وتوقف ديك البصيله تعلق وتوقف على المريقه ديالها. المريقه ديالنا من بعد ما كطيب ها هي، راح حيدتها من فوق البوطه، ها هي البصيله راه تعلقات وتعلقات البصيله ووقفت على الزويته ديالها، ما بقاش فيها داك الماء كامل اللي طلقات البصله. نشوف كناخذ طاجين وكان ندير فيه لتحت شويه من ديك البصله مدغمره، هكا شتي البصيله راه مدغمره معلكه، كنحيد دوك العويدات ديال القرفه، شويه ديال البصله بحال كنفرش واحد التفريشه ديال البصله مدغمره، كنستف الدجاج ترى باقي سخون، كنستف الدجاج ديالنا وكناخد الحيمة، ها هي، ها هو العويد الاخر ديال القرفة كنحيدو، هدا واحد العضيب، صافي. كتبقى ليا هاد شوية ديال الدغميرة اللي بقات، نحط الطاجين بيضا نغطيه ونحطو على جنب، صافي. كناخد جبانة بحال هادي، غادي ندير فيها داك البيض، دوك ربعة ديال البيضات. البيض راه كي قلت لكم كيبقى على حساب الطاجين قداش وعلى حساب عدد افراد الاسرة وشحال درتو ديال، كيبقى على حساب شحال درتو ديال الدجاج. انا هذا راه طاجين صغير، راه ديال جوج ثلاثة د الناس، صافي. كنفقصو داك البيض، غادي ندير ليه واحد شويه ديال المليحه، واحد شويه ديال البزار، ها مليحه والبزار، داك الربيع اللي بقى لينا كنزيدوه، صافي. وغادي نضيف عليه ديك الدغميره اللي بقات عندي، البصله المدغمره، وغادي نخلط الكل مزيان بحال هكا. صافي،
صافي كنخلطو مزيان، ما كندلو حتى شي حاجه اخرى، شويه ديال المليحه والبزار صافي، وكنخلطهم بحال هكا. كناخد الطاجين ديالنا وكان نغطي هاد الدجاج كامل بالبيض، علاش هو تسمى طاجين مشبر؟ لحقاش كيتشبر كله بالبيض. غادي بسم الله نخوي البيض بحال هكا، وغادي ندخلو الفران، كنشعلو الفوق والتحت، وغندخلو الفران حتى يطيب ليا هاد البيض، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا، طاجين المشبر او الطويجين الصويري. بصراحه راه كيجي رائع، مختلف على 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 كاع الطويجنات اللي مولفه كنحضر معكم، كيجي لذيذ. انا من عشاق الطويجنات كي كتعرفوا، يعني كنحماق على الطويجنات وكنحماق على الاكل المغربي الاصيل ديالنا. من بعد ما كنخرجوا بالفران كي كتشوفوا راه كيجي محمر، وداك البيض كيجي مشبر فيه، يعني من هنا جات السميه ديال الطاجين المشبر، ملي كنغطوه بداك البيض كيطيب كيجي مغطي على ديك الدغميره وعلى داك الدجاج. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، كما العاده ما تنساوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. وبطبيعه الحال الى عجبكم لا فيديو والى عجبكم المحتوى ديال القناه، نتمنى تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.